السلام عليكم. درسنا اليوم Composite Restorations. قبل أخذنا Pin Retained Amalgam Restorations. بالAmalgam Restoration بالComplex Cavity قلنا نسوي Pin ونسوي Retentive Features عن مود يزيدنا Retention مال Amalgam Restoration. هنا بالComposite Restorations ما يحتاجها دائما لأن يعتمد على قوة الالتصاق على البوندك سترينث مال كومبوزيت اللي التصق عن طريق البوندك ايجنت، فما يحتاج نستخدم بن او غيره بمعظم الكافيتيز، واكو كافيتيز لا نحتاج، بس بنفس الامالجام دائما بالنسبه للكومبلكس كافيتي بريبريشن. شنو الكومبوزيت؟ الكومبوزيت هو عباره عن مادتين او اكثر، تو ماتيريالز اور مور، نجمعهن سوا عم ناخذ الخواص الجيده مالتهم. يعني انا عندي مادتين، الماده الف وماده باء. الماده الف بها خواص القوه مالتها هاي سترينث، بينما الماده باء لا، قوه مالتها ضعيفه بس الاستاتيك الجماليه مالتها عاليه. انا اخلطهم سوا حتى اخذ هاي سترينث اند هاي استاتيك بروبرتيز، اجمع بيناتها حتى اخذ خواصهم الزينه. شنو المكونات مال كومبوزيت؟ عندنا العمود الفقري الجزء الرئيسي بالكومبوزيت ماتيريالز اللي هو اورجانيك ماتريكس ريزن ماتريكس، وراها الفيلر. الفيلر هو عباره عن كل خواص الميكانيكال اند فيزيكال بروبرتيز الجيده، هو يجيبها الفيلرز، معتمده على حجم الفيلر بارتيكلز وايضا على الكونتاكت مالته ايش قد هو اللي يعطينا هاي كومبرسيف سترينث، هو اللي يعطينا هاي تنسايل سترينث قوه الشد وقوه الضغط، هو اللي يعطينا ايضا يقلل لنا الووتر ابزوربشن لما يصير امتصاص للماء. كلهن هو اللي يكون حتى يعطينا البوشابيلتي، البولشابيلتي اللي هي قابليه ان يصير بولشينج للكومبوزيت ريستوريشن، وبالتالي يقل الستيننج، يقل الرفنس الموجوده على الكومبوزيت ريستوريشنز، وايضا الجماليه الاستاتيك، وايضا يقوي الميكانيكال وال physical properties. عندنا ايضا coupling agent اللي هو يستخدم كبايندر لاصق يلصق الفيلر ويا الريزن ماتريكس. عندنا ايضا activator اللي هو ينشط عمليه البوليمرايزيشن للكومبوزيت اثناء ما نسوي له لايت كيور، سواء اذا هو الكومبوزيت يكون من النوع اللي يصير له لايت كيورنج او الكيميكال يتفاعل كيميائي بدون اللايت كيور ويصير له بين كيفه. inhibitors. شنو هاي inhibitors؟ هاي تمنع تكون الفري راديكالز اللي هي الاوكسيدنت. هاي الفري راديكالز عبارة عن اتومز ذرات ما يكون دار مدايرها الالكترونات الزوجية، وبالتالي تتفاعل ويا اي شيء موجود، خصوصا تصير بعمليات الاكسدة. بالنسبة للليفينج سيلز هاي يجيب خلايا سرطانية تكون، وايضا يسوي علامات الشيخوخة. اما للكومبوزيت ريستوريشنز هاي لا، راح يسوي لنا اكسدة للكومبوزيت ريستوريشن، وبالتالي تضعف الخواص الميكانيكية والفيزيائية للحشوة، تقلل لنا الميكانيكال اند فيزيكال بروبرتيز للكومبوزيت ريستوريشنز. كالوريك ايجنتس اللي هو يضيف لنا الوان مختلفة للكومبوزيت حتى تناسب السن من ناحية الجمالية، وايضا الترا فيوليت ابزوربرز هذا يشتغل كانه واقي شمس للجسم، هذا يعتبر واقي للكومبوزيت ريستوريشن، يقي الكومبوزيت من الترا فيوليت لايت ادفانتج، وبالتالي حافظ على مالته الاستاتيك. الادفانتج مالتها الفوائد، اولا احنا قلنا الفرق بين الكومبوزيت والامالجام الكافيتي بريبريشن. الامالجام لازم كل البيت اند فيشرز تكون انكلودد بالكافيتي بريبريشن حتى يسوينا بروفايد ريتينشن. بابر فلور لازم يكون فيري فلات اند سموث حتى يسوينا بروفايد ريتينشن اند بروفايد ريسيستنس فورم. هنا ما يحتاج، هنا بس اتبع الكيرز. ها طبعا ايضا بالكومبوزيت قلنا قش يكون ملي ونص الى 2 ملم تكون الكافيتي حتى يزيد لنا ريسيستنس فورم للريستوريشن. هنا ايضا لا ما يحتاج ويا الكومبوزيت، بس اتبع الكيرز. وين ما اكو كيرز سواء تكون عندي شالو اور ميديوم سايز كافيتي بريبريشن، مو شرط الا كل بيت اند فيشر تكون انكلودد، مو شرط الا اقل شيء ملي ونص على مود يكون عندي بالك مال كومبوزيت ريستوريشن، مو شرط ان تكون الوالز فيري كونكيف عم تعطينا الريتينشن، هاي كلها مو شرط. فلهذا راح تكون مور كونزرفاتيف كومبير تو امالجام كافيتي ريستوريشنز. استاتيك طبعا استاتيك جمالي، هاي عندي سم مسوس، هاي هنا الامالجام وهاي الكومبوزيت، شوفوا الفرق. امالجام قوي بس مشكلته ان استاتيك.
ما تم عامل توصيل الحرارة أقل من الأمالغام، فبالتالي ما يحتاج إن إحنا نحط بيز ماتيريالز جواها حتى نسوي أزوليشن للبلب حتى ما يوصل التوصيل الحرارة أثناء الحار والبارد بناكل الكومبوزيت، ما يوصل، يوصل بشكل خفيف مو مثل الأمالغام لو ثيرمال كوندكتيفيتي. بسرعة نقدر وانا نسوي الحشوة الأمالغام الكومبوزيت نسوينا فينيشينج أند بولشينج، بينما ويا الأمالغام لا، أثناء ما يصير الستين تصلب لازم بسرعة أوقف بسرعة أسوي كارفينج، أول ما صلبت هواية أتركها وأجيب المريض يوم ثاني إذا عندي هاي سبوت عمود أوخر زيادة بالحشوة إذا كانت عالية. هنا لا، حتى طبعا ما تنكسر وياي الأمالغام، لازم أنتظرها 24 ساعة لأن تصلب على الأخير. الكومبوزيت لا طبعا، أول ما أسوي لها لايت كيور فأكون أنا أصلا صلبتها، لهذا أقدر بسرعة أسوي لها فينيشينج أند بولشينج واستخدام البير. نو غالفانيزم، شنو الغالفانيزم؟ هو توصيل التيارات الكهربائيه لما يكون هنا عندي كولد جولد ريستوريشن، هنا يكون عندي امالغام ريستوريشن، توصل هنا تيارات كهربائيه ولازم نغيرها، لهذا قلنا لازم تكون يا اما اثنينات من نفس الماده امالغام او جولد ريستوريشن او ويا الكومبوزيت عادي، هنا تكون امالغام تكون جولد ريستوريشن، هنا تخلي كومبوزيت فهو اصلا ما راح يوصل تيار كهربائي، يكون سيف ماتا مايكروليكيج تكون low compared to amalgam restoration. disadvantage be disadvantage طبعا اولها قلنا اهم خاصية لما قرينا عن reason composite قبل والflow of composite قلنا polymerization shrinkage يصير لي اثناء polymerization البالمرة يصير لي shrinkage قوي ويسوي ضغط على السن ويسوي ايضا leakage. زي ناتا قلت low microleakage، ايه انا قلت low ما قلت no، يعني اكو ليكج بس يكون اقل، هذا كله يصير اثناء عمليه البلمره اول ما يصير لها سيتنج الكومبوزيت. ياخذ تايم وياي طبعا تايم كونسيوم كومبير تو امالغام، لان راح اسوي اسيد اتشينج واغسله واسوي بوندنج ايجنت واصلبه وراح اخلي على انكريمنت انكريمنت كومبوزيت، كل الانكريمنت لازم تكون ملي ونص الى 2 ملي واصلبها على وحده وحده من كل الجهات، اغلى من الامالغام sensitive اذا عندي bleeding او saliva ما اقدر اسوي isolation بسهوله، لازم اعزل يلا اخليها ما تور السنس اقل بهوايه من الامالغام ينحك ويا مرور الزمن. الانديكيشنز كل كلاسز الموجوده من التوث cavity preparations من كلاس 1 الى كلاس 6 aesthetic improvement اريد احسن الاستاتيك، اذا عندي diastema بين السنترالز اقدر اسوي لها كلوجر كلوجر، عندي لامينيت فينير، عندي بارشال اند فول فينيرز لامينيتس، وايضا لما يكون عندي ديسكالريشن سواء يكون خارجي او داخلي جينيتيك مثل اللي عندهم تتراسايكلين، الحوامل اللي اخذت تتراسايكلين ابنهم من يطلع بعدين يولدون ابنهم ورا 6 شهور ورا فتره من تطلع له سنونه راح تكون اصلا مصبغه ديسكالريشن بسبب التتراسايكلين، فاي كلها اقدر اخلي كومبوزيت على الليبيا فيشال سيرفيس وحسن الجماليه مالته. اذا عندي ايروجن اند ابراجن قلنا الاحتكاكات اللي تصير سواء كيميائيه او باستخدام رونج توث براشينج تكنيك، ايضا اذا عندي اي اختلالات جينيه سو جينيتك ديفيكس او هايبوبلاستيك ديفيكس، هاي ايضا نقدر نحسن الجماليه باستخدام الكومبوزيت. كور بيلد اب، هاي عندي سن طاير هذا ريتيند روت remaining root سن بس جذر باقي اخلي هنايا بوست اسوي اندو واسوي بوست وراها ابني عليه شنو الكور، ورا ما ابني الكور يا امنا اسوي الكراون اند بريدج ريستوريشن او لا اكمل اسوي بيلد اب للسن كله. يعني شوف هنا عندي فقط remaining root، هنا صار عندي السن بينينا سوينا بيلد اب نا بيلد اب. عندنا نستخدم ايضا كلوتنج سيمنت مثل هو الريزن كومبوزيت، ايضا نستخدم على مود نسوي ريبير للفراكشرد سيراميك كراونز كراون اند بريدج اللي يكون من السيراميك، اذا صار له فراكشرز نقدر نسوي له ريبيرنج استخدام كومبوزيت ريستوريشنز. كونترا انديكيشنز شو وقت ما نستخدمه؟ اولا لما ما اقدر اني اسيطر على الرطوبه السلايفا والبليدنج، لما يكون عندي هاي كلوزال ستريس خصوصا دول اللي عندهم هاي بروكسيزم، لما يكون عندي سيفير كلاس 5 ليشنز هنا يكون عندي سيفير ونازل على الروت وعندي هنا بليدنج وباد اورال هايجين فما اقدر اسيطر انا اصلا لا على البليدنج ولا اقدر اسوي هنا المارجن ما كومبوزيت جتي ما راح يصير لها سيلينج بشكل قوي ويا تو ستراكشرز فما اقدر استخدمها.
بس هنا يستخدم ويا الكلاس 5 طبعا يستخدم، بس اهم شيء يكون البيشنت كنترولد، الجنجافا ما تكون كنترولد، ما يكون بها بليدنج وجنجافايتس وما راح اقدر اسيطر على البليدنج اثناء الحشوه، لان راح اخلي هنا اسيد اتشنج، الاسيد اتشنج راح يخرش التول ستراكشرز اكثر، انه راح يصير بليدنج اكثر. عندي ايضا هاي كير سسبتبلتي اند بور اورال هاي بور اورال هايجين شرحناها، ولما يكون عندي الحشوه تكون ساب جنجايفا او روت كيرز، لان ما راح يصير هنا سير للمارجنز كومبوزيت مارجنز ويا تو ستراكشرز. انواع عندي اربع انواع رئيسيه، ماكروفيل سمول بارتيكل، وعندنا مايكروفيل، وعندنا الهايبرد اللي هو الهجين. فبالنسبة للماكروفيلد من اسمها الفيلر مالته تكون لارج سايز، وبالتالي ميكانيكال والفيزيكال بروبرتيز راح تكون وياي امبروفد كومبيرد تو انفيلد اكريليك ريزن. احنا قلنا الحشوات عندنا امالجام، عندنا كومبوزيت، جلاس اينومر، كوبومير، وايضا عندنا اكريليك. الاكريليك كانوا يستخدموه سابقا وراها لغاه لان يسوي لنا اريتيشن للجنجايفال تيشو. ديسادفانتج مالته نايلين لارج بارتيكلز، فاول شيء يعطينا رافنس، ان احنا نسوي له بولشينج يكون يعني بور بولشينج راح ينطينا، يكون البولشينج مالته ضعيف كومبيرد للهايبرد. بالتالي راح تكون عندي خشونه، بالتالي راح يصير تصبغات، بالتالي راح يصير بلاك اكوموليشن، جمع البلاك ويصير عندي كيرز بين ال كومبوزيت توث ستراكشر انترفيس، وايضا مالته الوير ستانس ضعيفة. small particles هذا طبعا احسن من النوع القبله الماكروفيل، ان هو اول شيء نقدر نسوي له بولشينج يقاومنا الوير والابراشن والابراشن، ما تاثر مال اكسبانشن اقل compared to the to conventional one. طبعا الاول هو يسموه ماكروفيل، وايضا conventional هو الاعتيادي، اول شيء اول نوع نزل من انواع الكومبوزيت من اوائل الانواع. الشرينكج اللي يصير اثناء البوليمرايزيشن يكون اقل، امتصاص المي اقل، الاستاتيك احسن، المودرس اوف بلاستيسيتي والكومبرسيف سترينث ايضا تكون اعلى كومبير تو ذا كونفشنال وان. ديس ادفانتج ما تلمتان راح تقل ويا الزمن وتتاثر، لان الجلاس فيلرز هو عباره يكون عباره عن سوفت، راح يصير ضعيف ويا الزمن، ومن يضعف ويا الزمن يصير هيدروليسيس، يكون يتعرض للهيدروليسيس للجفاف، وبالتالي راح تقل الخواص الميكانيكيه مالته الميكانيكال بروبرتيز. النوع الثالث مايكروفيل اللي هي اصغر المتال بارتيكلز، فيلر بارتيكلز تكون اصغر من السمول بارتيكل سايز ومن الكونفشنال اللي هو المايكروفيل. مالته ادفانتج طبعا بولاشابيلتي مالته عاليه جدا، والاستاتيك مالته عالي كومبيرد تو ذا بريفيوس تايبس. Disadvantage طبعا بي الميكانيكال بروبرتيز مالته تكون اقل، تكون ضعيفه زين بسبب الماتريكس كونتنت، مالته الكلر ستابيليتي راح تكون ضعيف، يتاثر الكلر مالته ويا العوامل الموجوده بالاورال مايكرو بالاورال كافيتي. ايضا مالته المقاومه للوير ريستنس تكون ضعيفه، المودلس اوف الاستيسيتي يكون قليل، وايضا تنسايل سترينث الوتر ابزوربشن يكون اكثر مقارنه بالنوعين السابقين. هاي كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن يتمدد هوايه اثناء الحراره والبروده، وبالتالي راح يصير عندنا الليكج بين الكومبوزيت تو ستراكشرز انترفيس. النوع الرابع اللي هو الهايبرد، اللي هو اللي يجمع هذا الهايبرد اللي هو اللي يجمع بين الماكروفيل وبين المايكروفيل. هذا ماكروفيل بعض الفراغات الموجوده بين كل بارتيكل وبارتيكل لين لارج، هذا المايكروفيل كل منطقه جمع بها هوايه مايكروفيل بارتيكلز، بس هم يكون فراغات. الهايبرد يجمع بين الاثنين، فلهذا الفراغات الموجوده قليله، لهذا يكون هاي بورشابيلتي، هاي استاتيك، هاي سترينث ميكانيكال اند فيزيكال بروبرتيز، فكلها تكون improved the mechanical physical properties وال aesthetic أيضا properties وأيضا ال pushability. فشرحنا ال advantage مالته وموجود بعدة colors وعدة translucency عمود يسوي لنا enhance aesthetic، يحسن لنا الجمالية.
ايضا مقاوم للابراشن وير ريزيستنس مات الثيرمال اكسبانشن مشابه للنوع القبله ديكريز بوليمرايزيشن شرينكج تقل الشرينكج اثناء عمليه البلمره وايضا ليس واتر ابزوربشن ديس ادفانتج مال هايبرد كومبوزيت ريزنز اول شيء عندنا هنا not appropriate for heavy stress bearing areas المناطق تصير عليها الضغط قوي جدا closely هذا ما يكون appropriate لها لان القوة مالته مو تكون تقدر تتحمل ال heavy stress not highly polishable as microfield microfield دي مالته جدا صغيرة particles فهو احسن واحد بيهم من ناحية ال polishability عملية ال التلميع لها يعني كل ما لمعت احسن كل ما قل الرفنس عليه كل ما قل البلاك اكوموليشن عليه كل ما قل الستيننج زين فيبقى استاتيك ويبقى يحافظ على ما يصير مايكرو ليكج ويصير بلاك اكوموليشن وتخرب الحشوه ويصير عندنا ريكيرنت كيرز لوس اوف جلوس اكوارس وين اكسبوزد تو توث براشينج وذ ابراسيف توث بيست لما استخدم توث بيست معجين الاسنان اللي بيها ابراسيف اللي هي تقوم تحك طبقه المينا من ناحيه الاستاتيك عمود يعطينا بروفايد استاتيك بالنسبه للي عندهم تصبغات يستخدموها يكون بيها الومنيوم اوكسايد هذا عمود يخرج المينا حتى يحسن الجماليه مالته واخر التصبغات هذا راح ياثر لنا على النمعان مال الكومبوزيت ريستوريشن عندنا انواع جديده من الكومبوزيت اللي هو فلاوربل كومبوزيت ريزن وشرحناه وقلنا هذا نستخدمه هذا يجي مثل سائل هذا الكومبوزيت نستخدمه لما عمود نريد نقلل وجود الفراغات والهواء للكومبوزيت ريستوريشن العاديه الكومبوزيت العاديه من نحطها راح يصير بين طبقه وطبقه واسوي لها كوندنس مرات يصير فراغات ما اقدر اني الاحظها بس من اخلي الاول شيء فلوبل كومبوزيت خصوصا بالكافيتي بريبريشن هو الام او دي او كلاس 2 فاكو مناطق انا ما اقدر الاحظها مثل كلاس 1 فلازم اخلي اول شيء هذا يفضل انه اخلي فلوبل كومبوزيت حتى يغطي لي كل الاندر كات الموجوده ورا اخلي فوقه الكومبوزيت اللي انا استخدمه النوع الثاني اللي هو طبعا هو ضعيف ما يستخدم ك ريستوريشن تكون permanent restoration وتبقى وياي النوع الثاني كان جديد وهسه احنا كنا نستخدمه نعتبره جديد بس هو كنا نستخدمه هسه صارنا عقود اللي هو condensable packable composite هذا مثل الامالغام جابوا خاصيه انه ما يسوي flowable وما العجينه ما تبحث تلتصق زين مثل microfell والباقيات بالانسترومنت الاش 6 واش 49 تلتصق وياك فهنا ايش يسوي؟ هنا جابوه هذا كوندنسابل هذا نقدر نسوي له كوندنس بالكافيتي بريبريشن طبعا هم يلتصق وياك فتخلي انت بوندنج او تستخدم بلاستيك انسترومنت حتى يقلل عمليه الالتصاق بس احنا دققنا بالانواع الكومبوزيت السابقه فهذا نسوي له كوندنس حاله حال الامالغام بالكافيتي ريستوريشنز وصار اسهل بهوايه من باقي الكومبوزيت ان احنا نسوي له ريستوريشن للتوث استخدام الباكابل وايضا قوي ميكانيكال بروبرتيز مالته قويه فيزيكال بروبرتيز مالته قويه فهو تقريبا هذا هسه هو الدارج والماشي بالسوق ايضا استاتيك مالته يجي وذ ديفرنت كلرز البورشابيلتي مالته عاليه جيوميرز اند كوبوميرز ذني عباره عن جلاس اينومر اند كومبوزيت اثنين اتمز الجيوميرز مالته خاصيه انه يسوي لنا ريليز للفلورايد ورا ما يكمل للفلورايد مالته ايضا بس تتفرج معجون اسنان بي فلورايد فراح يسوي لنا ريشارج للفلورايد اللي موجود بالريستوريشن جيوميرز وايضا يقوم يسوي لنا ريليز بعدين وايضا ياخذ لنا صيغه الاستاتيك مال كومبوزيت فهو هذا جيوميرز الكوبوميرز اللي هو نفس الشيء ايضا كومبوزيت اند جلاس انومرز عندنا اورموسيرز هاي ماي هاي والانتي بكتيريال ايون ريليز كومبوزيت وايضا عندنا اكسباند ماتريكس ريليز كومبوزيت وايضا عندي سمارت كومبوزيت اكسباندد ماتريكس ريليز كومبوزيت وعندنا ايضا السمارت كومبوزيت فعندنا هنايا الاورموسيرس اللي هي اورجانيك موديفايد نون ميتاليك كومبوزيتس زين
هاي ايضا تعطينا اللي ماتا باي كومباتبلتي كومبيرت للكونفنشنال كومبوزيت ريستوريشن هو الماكرو فيلد ماتا باي كومباتبلتي هاي اعلى هاير ماتا كومبرسيف سترينث مالتها عاليه جدا زين وايضا البونتك سترينث هاي بالنسبه للارموسيرز عندنا انتي باكتيريال ايون ريليز كومبوزيتس من اسمها هي عباره عن كومبوزيت ماتيريالز يضيفوا لها مواد مثل كلوروهكسيدين كلوروهكسيدين ايضا ويضيفوا لها السيلفر هاي المواد على مود تعطيها انتي باكتيريال بروبرتيز تعطي خواص للكومبوزيت ماتيريالز ان هي تكون انتي باكتيريال وبالتالي تقلل موضوع الكومبوزيت مثل السيلفر اذا اضفناه للكومبوزيت ما ياثر على الفيزيكال بروبرتيز مالتها بينما الكلوروهكسيدين لا ياثر على الفيزيكال بروبرتيز للكومبوزيت ماتيريالز ويقلل مالتها الخواص بس يعطينا انتي باكتيريال افكت لهذا اغلبهم يستخدمون السيلفر Expanded Matrix Resin Composite هذا احنا قلنا هنا يصير عندنا اثناء عملية البلمرة Polymerization للComposite Restoration يصير عندنا Shrinkage عالي جدا هنا يضيفون مواد Expanded Matrix Resin Composite يضيفون مواد مثل Sphero Ortho Carbonate هذا على مود شنو اثناء عملية Shrinkage مال الComposite اثناء Polymerization هاي المادة Composite موصل له Shrinkage هذا لا راح يسوي له Expansion يمددها حتى يعوضنا عن الشرينكج التقلص اللي صار اثناء العمليه مال بالمره وما ياثر وما يصير انه يمنع حدوث المايكرو ليكج بالحاله سمارت كومبوزيت ريستوريشن هذا شنو هاي يضيفون مواد يسموها مثل سنسور حساسه بالكومبوزيت هاي سويت اني كومبوزيت وراح المريض ورا فتره اللي راح يصير مثلا عندنا مايكرو ليكج راح يصير عندنا ريكارنت كيرز يصير عندنا تسوس بلاك اكوموليشن يتجمع بين الكومبوزيت والتوس ستراكشر انترفيس هذا راح شو يسوي وراح يصير حمض احنا قلنا اول عمليه للتسوس يسوي لنا اسيدز والتوس ستراكشر مات البي اتش بدا ما يكون عالي زين راح يصير لو ويصير اسيديك ويصير عندنا ديمينرايزيشن للانامل ستراكشرز ويبدا عندي يصير كافيتيشن اللي هو الكيرز هذا لا هذا السنسور راح تحس اول ما البي اتش مال السن ومالتها يقل فبسرعه راح شو تسوي راح يسوي لنا ريليز فلورايد هاي الفلورايد والفلورايد راح يمنع عمليه انه البي اتش ينزل يصير له ويمنع عمليه التسوس بهاي المنطقه فراح مثل يحمي السن من التسوس اللي جاي يريد يصير نتيجه للمايكرو ليكج اللي صار هاي اسمها سمارت كومبوزيت اللي هو هذا هذا طبعا الكوبامير هذا عندنا الفلوابل هذا الباكابل هذا عندنا الجيومير هذا الكوبامير هذا الاورموسيرز وهذا ويانا السمارت كومبوزيت طبعا نفس المرجع كل محاضره شكرا جزيلا